عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح. منع النزاعات وبناء السلام مهمة صعبة وكلمة كبيرة جدا، إنما هيدي رسالة كل واحد منا. وكل سنة بتمنح مؤسسة ميشيل غزال بالتعاون مع مؤسسة فونداسيون دو فرانس جائزة بناء السلام لمنظمة غير حكومية تعنى بنشر ثقافة الحوار والعيش المشترك. رح نحكي أكثر اليوم عن هالموضوع مع ضيوفي. أكيد السيد ميشيل غزال بينضم معنا عبر زوم مباشرة من فرنسا، وهو رئيس مؤسسة ميشيل غزال، وأيضا باستوديو السيد محمد أيوب، وهو رئيس جمعية نحن اللي فازت هيدي السنة بجائزة بناء السلام. كل التفاصيل بناخذها منهم، ورح أبدأ مع ضيفي ميشيل غزال مباشرة من فرنسا. صباح الخير أستاذ ميشيل. عم تسمعني سيد ميشيل؟ منيح، كثير منيح. نعم، رح ابدا معك. يا ريت هيك بالبدايه تخبرنا شوي عن هالمؤسسه اللي بتحمل اسمك، ايمتى تاسست، شو ابرز اهدافها، على شو بتشتغلوا؟ صباح الخير قبل كل شيء. المؤسسه اسمها مؤسسه غزال للتعليم والبحوث والسلام في لبنان، اخلقتها سنه 2012. نعم. حطيتها دغري تحت رعايه مؤسسه فرنسا يلي رح نحكي عليها بعد شوي، واعطيتها دغري ثلاث أهداف رئيسية كلها موجهة لوطني الأول لبنان، أنا يلي تركته سنة 1973. كيف عم بيصير التعاون سيد غزال مع يعني عم تذكر مؤسسة فونداسيون دو فرانس، شو في بيناتكم على الضبط؟ في جملاج فينا نقول بين المؤسستين؟ يعني صار جملاج وقت سنة الماضي صارت الانفجارات بمرفق بيروت. دغري المؤسسة فرنسا يلي هي الشبكة الأولى للعمل الخيري بفرنسا، نعم، هي دغري أخذت مبادرة خلقت فيها برنامج سمته التضامن مع لبنان، وبفضل ذلك حصلت على تبرعات من الشعب الفرنساوي طبعا بحوالي 3.5 مليون يورو، وهلا بنحكي عليها يعني. نعم. لانه بفضل هدول هال 3.5 مليون من التبرعات قدرت ساعدت من سنه ونص اكثر من 50 مؤسسه مدنيه وغير حكوميه بلبنان. نعم. للمشاريع اللي حطوها تيساعدوا الاشخاص المساكين والمؤسسات يلي كلها تضررت وتدمرت بعد هالانفجار. نعم، يعني أكيد تحية للشعب الفرنسي اللي دائما واقف إلى جانبنا. لما نحكي عن العمل الخيري سيد غزال، شو المواضيع اللي بتحبوا أنتم تشتغلوا عليها كمؤسسة غزال؟ إيه طبعا، مع يلي مثل ما بلشنا فيها عم بقول أنا إنه دغري أعطيتها لمؤسستي أنا ثلاث أهداف. أول هدف أنا لو ما حصلت على منحة مثلا ما كنت قدرت جيت على فرنسا. صحيح. ما كنت قدرت درست الدروس اللي عملتها والشغل اللي عملته. بقى حبيت رجع شوي من انا اللي حصلت عليه. كل سنه بعطي، وهالسنه زدتهم، هالسنه اعطيت 16 منحه لطلاب لبنانيين كفؤين بس عندهم امكانياتهم الماديه محدوده، ومثل ما بتعرفوا بلبنان صرنا كلنا امكانيات، يعني الشعب اللبناني امكانياته المحدوده بعتقد باكثريته للاسف، يعني مع الظروف اللي عم نمرق فيها ما بقى فيك يمكن اغنياء وفقراء، صار تقريبا كل الشعب عم بيعاني من مشاكل ماديه للاسف، وكل الطلاب اليوم بحاجه لمساعده. يعني اليوم الطالب اللي كان بسهوله يسافر لبرا يكون شايل شويه مصاري على جنب، اليوم صار بده يضرب 100 حساب اذا بده يكفي دراسته بالخارج، لانه الاقساط عندكم صارت هيلي بس. نعم. الاهل ما عم فيهم يدفعوها. بقى انا بعطي منح للطلاب بلبنان، بس انا كمان هون بتعاون مع مؤسسه خلقت خاصه لهال بعد الانفجارات اسمها لو فون دو دوتاسيون فرانس ليبان. السنه الماضيه ساعدنا حوالي 800 طالب لبناني هون بفرنسا مش عم بيقدروا يدفعوا اقساطهم، مش عم بيقدروا يعيشوا لانه فوق الدكه ما اجاكم هالبانديمي هيدي. صحيح. ما بقى كان فيهم لا يشتغلوا واهلهم ما فيهم يبعثوا لهم مصاري. بقى بعرف يعني المشكله مثل ما بيقولوا لها اوجه كثير بلبنان، يعني اتس هيك مالتي دايمنشنال كرايسيس، واكيد بدها حلول كثيره. تنحكي شوي لنوصل للب الموضوع، اليوم عم بتمنحوا كل سنه جائزه لها علاقه ببناء السلام، عرفنا هيك سريعا سيد غزال عن هيدي الجائزه قبل ما انتقل لعند ضيفي باستوديو السيد محمد ايوب لنحكي سوا عن الجمعيه اللي فازت بالجائزه هيدي السنه. يعني انا قضيت كل حياتي بعلم المفاوضات وحل وعلم حل النزاعات. نعم. بقى
بوقت خلقت مؤسسة اعطيتها هدف، هذا هو كان الهدف الثالث، وهي تشجيع وتعزيز المؤسسات يلي بتشتغل بلبنان على الارض لحتى تعزز التعايش معا ومع جميع الطوائف والى اخره. لذلك كل سنه بختار موضوع معين، مثلا الشباب، الاطفال. السنه الماضيه كانت مساعده الحرفيين وصغار التجار اقتصاديا من بعد ما تدمر شغلهم والى اخره. هالجائزه هيدي بما انه انا عندي ديفينيسيون، يعني عندي تعريف للسلام ولترويج ثقافه السلام شوي واسعه. نعم. كل سنه بنلاقي هالمؤسسات الغير حكوميه والمدنيه اللي بتشتغل على الارض بنعطيها هالجائزه. وهالجائزه تسمح عده اشياء، اولا في طبعا الدوتاسيون، يعني في شيء مادي بنعطيها اياه، بس بالوقت ذاته تسمح انه هي تصير يتعرف عليها بلبنان. نعم، يعني بتسلط الضوء على هالجمعيات وعلى عملها. طبعا نعطي عليها ضوء وخلي نعم. الناس يعرفوا شو اشغالها والى اخره. نعم. بالاول كنا نعطيها باول سنين، يعني من 2014 كانت مؤسسات كبيره بلبنان مثل فرح العطاء، أركانسيال، عامد والى اخره هي اللي حصلوا على الجائزه، بس من سنتين ثلاثه حبيت نعطيها لمؤسسات اصغر شوي تنعطيها ضوء اكيد، لانه بلبنان يعني مثل وين ما كان في جمعيات يمكن بيكون اوريدي مسلط الضوء عليها والعالم بيعرفوها، بس في كثير جمعيات عم تشتغل على الارض. صار وقت نتعرف سوا على جمعيه نحن الفائزه هيدي السنه بالجائزه، ومعنا باستوديو السيد محمد ايوب هو رئيس الجمعيه. صباح الخير استاذ محمد. صباح ينعاد عليك، سعيدين تكون معنا اليوم باحلى صباح. خبرنا بدايه هيك، عرفنا عن جمعيه نحن وشو بتعملوا بالتحديد. جمعية نحن من اسمها، يعني نحن كل، يعني كل الناس، هذا شعارنا. طبعا نحن بلشنا كطلاب بالجامعة اللبنانية، وكانت ردة فعل على الانقسام الموجود، ما في مساحة مشتركة. نحن عايشين بنظام منه ماشي بسبب صيغة الحكم الطائفي، وهذا نظام لأنه منه ماشي كل فترة بيعمل كريزة، كل مرة بيكون إلى شكل، مرة حرب أهلية، مرة إلى آخره. هلا عايشين واحدة من كذا كريزة مع بعض، ولقلنا هذا بيعني أنه ما فينا نكمل هيك، وفي شيء لازم يتغير، لا يتغير بدنا نقبل أنه نحن اليوم إذا الهواء ملوث كلنا عم نشمه، وبالتالي عندنا مصلحة مشتركة نحن بالجمع 100%. فهي نحن هي الجواب على هالأزمة اللي نحن عايشين فيها، أنه بدنا نكون مع بعض، بدنا نشتغل مع بعض لنقدر نعيش مع بعض بهيدي. فلما نشأت نحن كنشأت كردة فعل على مشكلة الهوية ومشكلة الانقسام الطائفي، وقالت أنا بدي أوفر مساحة جامعة وشاملة. يعني في رؤية جديدة هون للوطن مع جمعية نحن، فينا نقول ما بعرف قد جديدة، إنه كل حدا بيعرف إنه يعني هي أي عائلة بتعرف إذا مفككي مش منيح تكون مع بعضها منيح. طبيعي. بس فينا نقول في 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 حاجة انه نكون مع بعض، وفي اكيد اراده ورغبه انه خلص بقى بدنا نعيش كمواطنين مش كقطعان بشريه موزعه على مساحه الوطن. النظريه كيف عم تتطبق على الارض معكم؟ يعني شو نوع المشاريع اللي بتقدروا تعملوها لتترجموا هالنظريه على الارض، لانه هي شوي ابستراكت كمان. 100% من هون نحن في ثلاث اشياء اساسيه بتعملها، لانه هي بتشتغل اذا المجتمع جامع وشامل. قررت انه تكون، لانه بلبنان في كثير نقص بالدراسات وما فينا نعمل شيء اليوم اذا ما كنا معتمدين على العلم، فهي اصبحت تلقائيا مركز دراسات، وبذات الوقت تدريب، وخصوصا للشباب من كل لبنان، وبذات الوقت لتطلق حملات مناصره لنغير بالسياسات العامه يعني السياسات العامه عم بيعني فيها قوانين، مراسيم، برامج، توجهات الى اخره، لتكون اكثر تشاركيه واكثر انكلوسيف، يعني واكثر جامعه لكل الناس. ركزنا على موضوع المدينه بالبدايه. لما نحكي عن المدينة يعني عم نحكي عن المساحات العامة، عم نحكي عن إرث الثقافة. ما عندنا مساحات عامة للأسف، يعني كتير قليلة جدا بمدينتنا صارت المساحات العامة. كهي لما بلش نحن كانت المساحات العامة يا أم هلأ يا أما صارت يا مسكرة مثل حرش بيروت، مثل ساحة النجمة، يا أما ريمبوا مثل صارت مثل ساحة الشهداء وغيرها. يعني منو مساحة لقاء فينا نقول 100%. فقدت هيدي المساحة، يعني حرش بيروت سكروه لأنه
صار هو الخط الأخضر اللي بتعرف اللي ممنوع يلتقوا مسلمين ومسيحيين، هيدا أوعى حساسية، وبعدين صرنا شيعة. طبعا بيروت بسبب الاستثمار اللي شال كل العالم من هناك، يعني كل محل كان البحر صار 80% تعديات، تعرف عم نفقد مساحاتنا العامة لأسباب بنا جشع الحاكم اللي هو بذات الوقت تاجر يعني بذات الوقت حتى جشع المواطنين وبذات الوقت يعني لأنه في ناس مستفيدين من واقع النظام الطائفي. فمن هون بتعرف بالبيت في كل بيت في صالون، يعني احنا بنبسطها هيك انه كل بيت في صالون، الصالون اذا فاضي يعني العائله مفككه، البيت الده في الصالون مليان، والصالون هو المكان اللي انا وياك بنتساوى مع بعض، اللي انا وياك اذا بدنا نعمل انشطه بدنا نتفق لما نزعج بعض، فكلنا متساويين هون بتبلش الحوار. بالمساحات مثل ما بكل بيت في صالون، كل ضيعه وكل مدينه لها صالوناتها، منها بتبلش الديمقراطيه، التظاهرات بتصير بالمساحات العامه، منا اللقاء الاول والى اهميه اجتماعيه نفسيه جسديه الى علاقه، يعني كل مساحه عامه مرتبطه اصلا بالذاكره، مثل حرش العيد، حرش بيروت، رمله البيضاء، قربت ايوب الى اخره، الذاكره الجماعيه اللي بتجمع بالمكان واللي للاسف يعني عم نفقدها 100%. فنحن لما عم نحكي عن مساحات عامه عم نحكي عن هويه، عم نحكي عن روح مدينه، لما تفقدها هاي المدينه بلا روح. فهون تجي مهمة نحن ومهمة الشباب والصبايا الناشطين انه استعادة المدينة كحيز عام وكحقوق، يعني نحن كمواطنين لنا حقوق بالمدينة، انا بحق لي امشي بالمدينة، بحق لي اعمل بسكليت، بحق لي بما يعني توفر كل هالمواضيع. يعني ثقافة الماضي والحاضر والمستقبل بفرض تكون مجموعة بهالتراث الثقافي، بهالتراث العمراني، يعني كل شغلة لها وظيفتها بالمدينة. 100% 100%. بدي ارجع عند السيد ميشيل غزال على بريز عبر زوم، بحب اسألك ليه اخترتوا اليوم جمعية نحن لتعطوها الجائزة؟ شو اللي لفتكم فعلا بعملها؟ مثل ما قلت انا كل سنة نحن بنعطي موضوع، وهالسنة بما انه الديفينيشن تبعيتي للسلام هي واسعه، السنه مع مؤسسه فرنسا لانه هالشيء صار تعاون بيني وبينهم، نعم، اخترنا المؤسسات يلي عم تشتغل لفتح المساحات العامه مثل ما هلا قال محمد للجميع. ليش عملنا هالشيء؟ عملناه لانه مثل ما قالوا بالبيت في صالون وبالمدينة شو في محلات فيها تجتمع الناس فيها، هي المساحات العامة. وبلبنان ما عندكم مساحات العامة، هون عندنا بفرنسا في مساحات كتير، في أحراج، في بارك، في بلبنان كان في هيدا مثلا حرش بيروت ما كان مسكر، هيدا صار له 20 سنة مسكر، اشتغلوا وقرروا انه يعملوا شيء حتى يفتحوا للجميع. ومين ساكن حواليه؟ ما كل الطوائف ساكن ساكنين، مسيحية وإسلام ودروز وإلى آخره، وناس من غير لبنانيين، وهالناس كانوا عايشين حد بعضهم بس ما مع بعضهم. نعم. والمساحة العامة بتفتح هالشيء وبتفتح الحوار بين الناس، وهيك بصيروا يعرفوا بعضهم أكثر ويقبلوا إنه هن مش مثل بعضهم. نعم. سيد ميشيل، اليوم لما نحكي عن عيش مشترك، هل عم نحكي عن قيمة لها علاقة بس بلبنان، ولا هيدا قيمة بتتخطى حدود لبنان وبتحكوا عنها بفرنسا كمان، ولا مفهوم العيش المشترك صار مفهوم لبناني بحت مع كل اللي مرقنا فيه؟ وكيف لك يعني وين بيقدروا يلتقوا الناس، وين بيقدروا يحكوا مع بعضهم إذا كان ما فيش مساحات عامة مثل أحراش ومثل بحر ومثل بارك وإلى آخره. وهالسنة اخترنا، يعني بحب أقولها يعني إذا بتسمح لي، تفضل، ثلاث مؤسسات. كل سنة بيكون في ثلاثة أو أربعة، هالسنة ثلاثة، منهم طبعا نحن، الثاني كان اسمها كاتاليتيك أكسيون، والثالثة اسمها ألفا. نعم. والثلاث مؤسسات يعني كانوا يعني اخترناهم ومنعرف إنه ثلاثتهم عم بيشتغلوا كتير منيح، وثلاثتهم كان فيهم يربحوا. نعم. بس إجينا نحن، أنا عندي لجنة حاكمة مؤلفة من خمس أشخاص، مش أنا لحالي اللي بلاقي. نعم. بهاللجنة أنا بعطيهم معايير بيقدروا هاللجنة الحاكمة بهالمعايير موضوعية فيها 12 معيار، بيقدروا هيك يقيموا الجمعيات المرشحة للجائزة. أكيد يعني في آلية وفي شفافية عندكم، بس هيك نظراً لضيق الوقت بدي كمان اضطر أستاذ ميشيل انتقل بسرعة لموضوع، يعني رح يصير في حفل عبر زوم فيرتشوالي لتسلموا الجائزة، هيك يا ريت تخبرنا بسرعة عن تفاصيله.
بكره على بكره الساعه 11 بساعه بيروت. نعم. راح نكون كلنا بزوم يعني بفيديو من فرنسا وبلبنان. نعم هي كمان مساحات لقاء عامة صارت زوم. يعني الناس فيها تدخل عليها إذا مع اللينك. صحيح. تفوت عليها ونحن بنحب يعني نعطي ضوء للجمعية اللي ربحت ونعطيها اللازم يعني. نعم أكيد في تقدير لعمله. نحن من فرنسا وهن بلبنان موجودين سوا. طبعا انا راح اعطي كلمه الفونداسيون دو فرانس مؤسسه فرنسا راح تحكي كلمه مؤهل في شخص راح يكون ممثل اللجنه الحاكمه راح يعطي كلمه ويقول ليش نقينا نحن وطبعا نحن راح تحكي كلمه ليش هي كيف طبعا شعره بهالشيء وراح تجي ممثله من مؤسسه المجموعه يلي ربحت الجائزه السنه الماضيه وتقول ليش هالسنة وشو عملوا سنة الماضي لأنه في بخي نعطيهم جائزة مادية واللي هي اليوم صارت مهمة كتير بلبنان بالنسبة لسقوط الليرة اللبنانية شو عملوا فيها وشو قدروا عملوا مشاريع فيها من وقت أكيد ليكونوا كمان بمكان في accountability بيكونوا عم بيسلموا الشعلة للمؤسسة الجديدة. أنا بدي أشكرك كتير سيد ميشيل غزال على هالمداخلة من فرنسا. رح انتقل سريعا عند السيد محمد أديب. يعني لكم اليوم تفوزوا بهيدي الجائزة وشو عم بتحضروا مشاريع جديدة؟ أكيد نحن بنشكر مؤسسة غزال على هيدي الجائزة وعلى اللجنة كمان كلها لأنه نعم. هيدي عم تعطي بسموها مثل recognition بالإنجليزي بالعربي ما في كلمة بتشبهها ولكن هي اعتراف للجهد الموجود وبتعطي دعم أكيد في مثل ما قال في دعم مادي ولكن في دعم معنوي إنه هالجمعية اللي عملته منشاف ومقدر وبالتالي بيعطينا حافز لنعطي أكثر. شو عم نعمل سريعا نحن لأنه قلنا بنشتغل على السياسات العامة نحن كمان نهار السبت دغري بعد تسليم الجائزة الساعة 12 فورا إلى العمل بأوتيل ثابت مع بعض يعني شو عم نعمل بأوتيل بادوفا حيكون في إطلاق لدراسات إلهم علاقة بقطاع الحرف بلبنان لهذا قطاع مهمش ما معروف شو هني ما في إحصاء للحرفيين ما في قانون بيحمي الحرفيين فعملنا دراسات وحنقترح سياسة عامة وبندعي كل الناس المهتمين بهذا القطاع ييجوا يحضروا معنا وينقذونا حيكون على 12 بأوتيل بادوفا. بذات الوقت عم نشتغل لتطوير قانون القانون اللامركزية إذا بدك البلديات لأنه اليوم البلديات غير فعلة واحد من أهم المعوقات هو القانون وبالتالي كمان عم نعمل دراسات لنعمل هالشيء. بذات الوقت من فترة صغيرة أطلقنا وهو تحت عنوان الجائزة كمان بمعنى بكمل يمكن اللي اختاروا نحن كمان أطلقنا مع كتير جمعيات حملة اسمها الشط لكل الناس. نحن شطنا 80% صار مسلوب بشكل غير قانوني وغير دستوري. نحن عملنا اقتراح قانون لتعديل قانون ليصير يمنع أي نوع من العمار أو الاستثمار على الشاطئ العام لأنه هذا مفترض يكون لكل العالم. فهولي إذا بدك أهم ثلاث أشياء نحن عم تعمل. يعطيكم ألف عافية محمد أيوب رئيس جمعية نحن ومبروك الجائزة مشددا. نحن هيك منشد على إيدكم وكمان نحن في تقدير من برنامجنا وين محطتنا لكل العمل يلي عم بتقوموا فيه وتحية كبيرة كمان للسيد ميشيل غزال رئيس مؤسسة غزال كمان اللي عم بتقدم كتير للبنان بهيدي الفترة وإن شاء الله يعني هيك دايما بتضلوا نكون مستمرين إلى وأنا بس خليني أقول جملة يا ريت كل اللي بلبنان يعني اللي كمان المغتربين أنا قلت له يا أستاذ ميشيل غزال إن قلت له انه يا ريت كل اللبنانيه كمان بالاليه اللي هو خلقها ليدعم مبادرات لبنانيه بظن اللبنانيين مش السلطه عم نحكي اللبنانيين خصوصا اللي عم يشتغلوا من كل قلبهم بظن استاذ ميشيل غزال هو عامل موديل لكيف اللبناني برا لازم يتصرف كمان هو له دور بانقاذ اكيد نحن مش قاسمين يعني نحن بين لبنان المغترب ولبنان طبعاً. سيد ميشيل بعدك معنا على الخط نحن بنحب كمان بدورنا نشكرك على بس هو عطى نموذج فيك كيف فيك تضلك هون ولو انت صحيح. بغير مكان صحيح. جغرافي نعم يعني بدنا نشكره للسيد ميشيل غزال. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل قصير وبعده منتابع حلقتنا خليكم معنا.